السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من الـ AZ700. الفيديو اللي فات إحنا خدنا الـ Azure VNet، عرفنا أو تعرفنا عليها واكتشفنا إمكانياتها وهي بتقدم لي إيه، وخدنا الأشياء اللي إحنا هنراعيها وإحنا بنديزاين الـ Network بتاعتي على Azure، وعرفنا إن في بعض الأشياء اللي ما كناش متعودين عليها في الـ On-Prem بدأت تطلع لي في الكلاود، وهي أهمها طبعا الاي بي اللي احنا اتكلمنا عليه اللي بيحجزها اجر لنفسه. الفيديو ده هيكون عملي، هندخل ان شاء الله نشتغل على الاجر فيرتشوال نتورك ونعمل كرييت ليها ونتعرف على الخطوات الخاصه بها. الفيديو ده هيكون بسيط وخفيف وفي معلومات اعتقد ان هي يعني عدت علينا. هنروح مع بعض البورتال بتاعتنا، ابدا اطلب بالكريدنشال بتاعتي. هنروح مع بعض نستعرض خدمات الأجر الموجودة عندي على السيرفيس بار، أو من السيرش بار هندور على زي ما تعودنا وعارفين الخطوات دي. هختار منها الـ Virtual Network، هيبدأ يطلع لي جميع الـ VNet اللي معمولة قبل كده. طبعا احنا داخلين علشان نكريت واحدة جديدة، فهقول له لو سمحت أنا محتاج أني أنشئ VNet علشان نتعرف عليها ونشوف الخطوات بتتم ازاي. وزي ما احنا شايفين او تعودنا مع بعض ان هو بيبدا يطلب مني البيزك انفورميشن اللي بيحتاجها اثناء عمل اي سيرفيس انا بختارها. فبالتالي هو بيسالني على سبسكريبشن، لو انت عندك اكتر من سبسكريبشن، احنا في حالتنا ما عندناش غير سبسكريبشن واحده. بيسالني على الريسورس جروب اللي هيتحط جواه او اللي هيشيل الفينت بتاعتنا. خلونا مع بعض نكريت واحد جديد، بما ان الكورس ده زي ما تعودنا في كل كورس جديد احنا بنشتغل على RG جديد او ريسورس جروب جديد. طيب هنسميه الـ AZ700 باسم الكورس بتاعنا، وبعد كده هيبدا يقول لي دخل لي النيم الخاص بالفينت بتاعتنا، فاحنا ممكن نقول له VNet 01. بعد كده هيبدا يسالني الفينت احطها لك فين، او هيتم تخزينها او استخدام اي داتا سنتر او اي انفراستراكشر هيتبني جواها الفينت ديت. خلي بالنا هنا بقى من حاجه مهمه بعض الناس بتقع فيها وبعد كده على المدى البعيد ممكن تسبب لك مشاكل، اللي هي ايه؟ فيما يتعلق بالنيم يا شباب، يعني من المفضل ان انت تسمي اسم يتوافق مع ما انشئ للخدمة ديت. بمعنى لو أنا داخل أعمل شبكة أو أجر فينت وخزنها مثلا في كندا أو في الهند أو في الإمارات أو في الـ STOS، فمفضل أن أنت تسميها باسم الريجون بتاعتها. ليه؟ لأنه بعد كده أنت هتضطر أن أنت تحط أي خدمة جوه نفس الريجون ديت، فهتحتاج لها سبنت أو هتحتاج لها اي بي او هتحتاج لها فينت. فبالتالي يبقى انت خلاص عرفت ان انت عندك في الهند مثلا عندك شبكه اسمها 01 02 ايا كان. فانت ممكن ما تعملش كده، ولكن احنا بنقول مفضل ان حضرتك تعمل كده علشان هتحتاجه مستقبلا، مستقبلا هتحتاج الكلام ده. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو بتخطط حضرتك ان انت يبقى عندك اكتر من فينت فأكتر من ريجون، فبالتالي الموضوع بتاع النيم ده برضو مهم جدا علشان تبدأ تفرق بين الفينت اللي موجودة هنا والفينت اللي موجودة هنا. ولو بتخطط برضو ان انت تكونكت بينهم او تعمل بيرينج بينهم اللي هم الاتنين يكلموا بعض، يبقى مسألة النيم ديت بالنسبة لك مهمة جدا. انت ممكن تبقي على النيم اللي احنا حاطينه قدامنا ده، ما عندكش اي مشكلة، ولكن لما تبدأ أو نبدأ مع بعض نشتغل بإيدينا ونبدأ ندخل في لابات عملي هنحس إن في شوية من التوهان. فيعني مفضل إنه حضرتك وإنت بتسمي تسمي اسم يعبر عن الريجون أو يعبر عن السيرفيس اللي أنشئت من خلالها الفينت ديت. فخلينا نقول إن إحنا الريجون بتاعتنا مثلا هنحطها في كندا مثلا، هختار كندا سنترال. فممكن هنا بقى
إني أقول له فينيت زروال إيش كندا مثلا، تمام؟ ممكن أسميها بالشكل ده، أو ممكن العكس، يعني ممكن أقول له كندا بعد كده فينيت 01، على اعتبار إن ممكن أعمل شبكة تانية وتالتة في نفس الريجون. خلاص تمام. بعد كده هقول له next. فهنا في الستيب ديت احنا هنركز شويه مع بعض. ليه؟ لانه هنا انا ببدا اختار الكلاس اللي انا هشتغل عليه او الاي بي ادرس اللي انا هشتغل عليه، فبالتالي هنا هو بيقترح عليا، مش بيقترح عليا يا شباب، بما اني اخترت اني هعمل فينت في كندا فده اي بي كندا، تمام؟ ده كده اي بي كندا او الاي بي او الكلاس المخصص لكندا. هو غالبا اجر بنسبه 90% بيستخدم كلاس A علشان هو اكتر في الاي بي زي ما احنا عارفين، تمام؟ انا ممكن استخدم الاي بي ده، ما عنديش اي مشاكل خالص، يعني هو مديني 10 000 على 16، فبالتالي مديني 65000 وشويه اي بي، تمام؟ 65000 وشويه اي بي. انا مش محتاج عدد الكبير ده، ومش تفرق معايا على فكره، يعني هو مش هيحاسبني على اعداد الاي بي اللي انا هاخدها طالما ان انا بستخدم اي بي عادي، مش ستاتيك اي بي يعني، وهناخد الاي بي البابليك اي بي يعني، وهناخد وهنشتغل عليه. ولكن انا محتاج مثلا اني احط انا الاي بي بايدي، فكل ما عليك ان انت هتروح اعمل ديليت كده وتقول له لا انا محتاج استخدم الاي بي اللي هيكون مثلا 192 بعد كده 100 او مش 100 بقى، ما خلينا نقول 0 0 0 على 24، ما عنديش اي مشاكل في الكلام ده، هياخده مني. ادي الاي بي اللي انا هستخدمه، ما عنديش مشاكل، خلاص انت ما تفرضش عليا اي بي، لا انا حابب ان انا اللي اديك الاي بي. دي اول حاجه مهمه جدا حابب حضرتك تفهمها. تاني حاجة، انت ممكن تستخدم كلاسات مختلفة جوه نفس الفينت، يعني احنا هنا استخدمنا كلاس سي، ممكن اقول له كمان خد كلاس بي 128 مثلا 10 0 0، ما عنديش اي مشاكل، على 16 مثلا هياخدها منك برضو، ما عندكش اي مشاكل على الاطلاق. خلاص بكده اتعلمنا يعني حاجتين اعتقد ان هم مهمين، واحنا بنسمي البينت واحنا بنحط الاي بي، ما عنديش اي مشكله ان انا احط الاي بي بايدي وما يفرضش عليا اي بي. تاني حاجه، اني ممكن استخدم اكتر من كلاس في البينت بتاعتي، ما عنديش اي مشكله. بس خلي بالك بقى، انت لما تعمل كده هتلاقي نفسك قدام برضو هتو. احنا بنعمل كده بس عشان ناكد المعلومه للناس، ولكن هو ريكومندد ان انت تلتزم برينج اي بي معين، علشان بعد كده احنا هندخل نعمل سبنيتنج من الاي بي ده، فما يبقاش الاي بي الرئيسي والاي بي الفرعي مختلفين، وده مش عارف في كلاس وده بكلاس تاني. لا، انت التزم بكلاس واحد علشان بعد كده يبقى الدنيا بالنسبه لك مفهومه وسهله. لو احتجت بعد كده كلاس تاني ادخل اعمل فينت التانيه، ما عندكش اي مشكله خالص، ما طالما في امكانيات ان احنا نكونكت مع اكتر من فينت ونعمل سبنيتنج مع اكتر من فينت، فما تعقدش الامور على نفسك. تمام كده شباب، يبقى عرفنا ان انا ممكن استخدم اكتر من كلاس اي بي في الفينت بتاعتي، ولكن ده مش مفضل او ريكومند. وعرفنا كمان ان انا يعني التزم بعنوان اي بي واحد علشان بعد كده ما توهش او الامور ما تتدخلش معايا. في حاجه بقى مهمه جدا اجر نفسه بينبه عليها، خلينا بس نلتزم بالعنوان ده ونحذف الكلاس بي. طيب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الكلاس اللي انت دخلته ده او استخدمته ممكن ما يشتغلش، تمام؟ من المفضل او ريكومندد ان انت تستخدم ادرس يعني مش معمول له راوتنج، او انه ملتزم بمعايير ال RFC 1918. ال RFC 1918 ده معايير حطتها الايانا علشان الخاص يعني علشان الناس او المؤسسات تلتزم او تاخد لها وهي بتعمل شبكاتها الخاصه كده، تاخد لها رينج معين. يعني باختصار شديد جدا يا شباب،
الانترنت لما انتشر كده في العالم، فبدأ الانترنت كل جهاز المفروض بياخد اي بي، او كل مزود خدمه المفروض عنده عدد من الاي بي. الكلام ده بيزك ولكن احنا بنفكر نفسنا بيه. تمام، فعلشان كده الناس اللي طالعه انترنت وخدماتها بابليك، في ناس تانيه مش طالعه انترنت وخدماتها مش يعني مش منتشره للناس او مش متاحه للناس. طيب نعمل ايه بقى في حاله ان الناس اللي طالعه نت والناس اللي عندها شبكات خاصه هم الاثنين بيستخدموا نفس العنوان؟ هنا هيبقى في تداخل، هنا هيبقى في تصادم، هنا هيبقى في انه انت يعني الموقع، هنتخيل ان انت عندك ويب سايت مثلا محطوط على العنوان ده، او راوتر واخد العنوان ده، فالراوتر ده طالع انترنت مثلا، وممكن تكونكت عليه من بره عليه اي سيرفيس او شيء من هذا القبيل. وفي كمان شبكه داخليه او برايفت اي بي واخد نفس الاي بي ده، فهنا هيبقى في تصادم وتداخل وعدم يعني تنسيق وكده. فعملوا ايه علشان يحل المشكله دي؟ عملوا معيار سموه الار اف سي 1918، كان قبليه 1.5 مش عارف كام، المهم ان هو الموجود حاليا والمعمول به اللي هو ار اف سي 1918. بيقولوا ايه؟ بيقولوا هنخصص كلاسات او رينجات من الاي بي، هنخصص رينجات من الاي بي، هتبقى دي معروف خلاص، ديت هتستخدمها الشركات والمنظمات كشبكه خاصه، دي لا هتطلع نت ولا هتبقى بابليك ولا اي شيء. فعملوا ايه؟ يوم مثلا من الكلاس اللي انا استخدمته ده عن قصد علشان اوصل لك المعلومه ديت، بدا يقولوا ال192 168. لذلك هنا يا شايف هو اللي ايه قال لي يا ريت تستخدم، او مش يا ريت، لا انت لازم تستخدم الكلاس ده او الرينج ده من الكلاس اللي انت استخدمته. خلي بالك ان ده سي وده سي، يعني هما الاثنين نفس الكلاس، ولكن ده معمول له راوتنج او معمول له سبنيتنج او سميه زي ما تسميه. خلاص، فاحنا علشان ما نلتزم بالمعايير الدوليه لازم حضرتك تستخدم ال 192 وتعرف عليه يا شباب 168، بعد كده هنقول له واحد ونبدا نلعب في الاوكت الاخير. تمام، يبقى كده شبكتنا اهي عملناها. اول ما التزمنا بالمعيار الرساله اللي ظهرت لي او اللي كانت ظهرالي اختفت. خلاص، يبقى كده اتفقنا هنستخدم الادرس سبيس ده، او ممكن حضرتك تستخدمه معانا او تلتزم باللي هو مديهولك لو عملت كده. وكتبت اللي هو كان مديهولي اللي هو تقريبا كان 10.0.0/16، والدنيا زي الفل، ما عندكش اي مشاكل على الاطلاق. طيب هنروح بعد كده للخطوه الثانيه، انه هيبدا يقول لي انت استخدمت الادرس سبيس ده، هتطلع منه شبكه ده طبعا كعنوان شبكة رئيسي، عنوان في نت رئيسي. خلاص تمام، هتطلع منه بقى سبنت، هتطلع منه شبكة فرعية ولا لا؟ يعني هتبدأ تجزئ الشبكة بتاعتك دي لأكتر من شبكة فرعية ولا هتبقي عليها؟ الحقيقة انت ممكن تعملها في الخطوة دي، ولو ما عملتهاش في الخطوة دي لا، انت ممكن بعد ما تكريت الفي نت برضو تعمل سبنت منها 1 و2 و3 طالما هنا متاح الاي بي للاستخدام. طيب خلينا بقى سريعا كده نروح نعمل سبنت، فاقول له اد السبنت، هيبدا يفتح لي هنا الخيارات بتاعته. طيب هتسميه ايه؟ والله هسميه مثلا برضو ريكومندد ان انت تسمي باسم السيرفيس اللي هتتحط عليه. طب انا مش عارفها وبعمله كده علشان فيما بعد ممكن احتاجه، خلاص سميه برضو اسم يشير يعني يبقى ليه مدلول، يعني مثلا ممكن ان احنا نقول مثلا ده هحط عليه ستورج، فهيبقى كده مثلا ستورج سب 1 او 0.1. خلاص، هحط عليه خدمات فرونت اند او باك اند او وات ايفر. فهو انت بتسمي، سمي مدلول، سمي مدلول مثلا ممكن نقول فرونت اند خلاص 0.1. بعد ما سمينا الشبكة الفرعية بتاعتي، فهيبدأ يقول لي طيب الأدرس بقى، العنوان اللي انت هتخصصه للشبكة ديت، العنوان اللي انت هتاخده من الشبكة الرئيسية. فهقول له والله انا هاخد مثلا
العنوان ده، وهخصص مثلا سلاش 24. هيبدأ يقول لي ما عنديش أي مشكلة، يعني أنا كده عملت تقريبا 251 أي بي أو 256 أي بي، فيهم خمسة طبعا أجر هياخدهم، والقصة اللي احنا عارفينها دي. تمام، هيبدأ يسألني في نات جيتوي، في نتورك ادرس ترانسليشن جيتوي، احنا ما عندناش اي جيتوي دلوقتي خالص، فسيبوها علشان هناخدها قدام واحنا بنتكلم على الناتنج والراوتنج والجيتوي والاشياء دي. هنا هيبدأ يقول لي الرينج الاي بي ده او السبنت اللي انت خدته ده او ال 256 اللي انت اقتطعتهم من عنوان الشبكة الرئيسي، دول هتحط عليهم اند بوينت، يعني هتركب عليهم سيرفيس معينه. والله لو انا بخطط ان انا احط اس كيو ال مثلا، او احط ستورج زي ما قلنا، او احط ويب او فببدا اختار من هنا ان انا هخصصهم للستورج مثلا. دي بتفيدني في ايه؟ في ان انا بعد كده لما بحب ان انا اكريت ستورج مثلا في جوه كندا، هو بيروح يقول لي والله في سب نت اهو احطها لك عليه وهكذا. فخلينا برضو نتجاوز واقول له اد. بعد كده عملت ايه؟ عملت سبنت سميته فرونت اند 01، وخدت الاي بي ده او رينج الاي بي من الاي بي الرئيسي. ممكن اعمل كمان سبنت تاني واسميه مثلا الباك اند، الباك. خلاص. طيب هتاخد كام؟ والله هياخد 10 0 0 0 على 25. هنا بقى في مشكلة. ليه؟ انت كده خدت 256 في السب نت اللي كان اسمه فرونت اند، وجاي بعد كده تاخد 123 او 128 اي بي، ولكن هنا في اوفرلاب، في تداخل في ايه؟ في ان انت خدت سب نت من سب نت، خدت شبكة فرعية من شبكة فرعية، وهنا مش هينفع. يا ترى بقى دي المشكلة دي تتحل ازاي؟ المشكلة دي من المفترض ان انت تكون عارف حلها، لانه برضو من المفترض ان احنا اشتغلنا بايدينا نتورك وعارفين يعني ايه سبنت، ولكن انا مش عاوزك تتقل على نفسك او ان انت تحفظ، لا انا عايزك تفهم. وعشان نفهم مع بعض، تعالوا كده سريعا نقول احنا عملنا ايه. لو رحنا كده، احنا اخترنا الاي بي اللي هو 10.0.0.0 على 24، وده اداني 256 اي بي. طيب بما انه اداني 256 اي بي، يبقى اخر اي بي في الشبكه ديت هيبقى كده 10.0.0.254، ده المتحليه صح كده؟ تمام. ال 255 هو البرودكاستنج، خلاص مش يعني مش هستخدمه، واول اي بي ده معروف، والخمسه اللي بيحجزهم اجر دي حاجات احنا يعني متعارف عليها. بعد كده قلت له انا محتاج اعمل سبنت تاني، واديته العنوان ده 10.0.0/25. قال لي في هنا اوفرلاب. ليه؟ لان من المفترض انه سلاش 25 دي كان هيديني 128 اي بي. طب هيجيبهم منين؟ انت اصلا خدت ال 256 اي بي كلهم في اول سب نت، تمام، خدتهم، فمحتاج تطلع 128 تاني. انت محتاج تطلع 128 اي بي تاني، هيجيبهم لك منين؟ ما ده اخر الرينج بتاع الشبكه. علشان نحل المشكله دي نعمل ايه يا شباب؟ علشان نحل المشكله ديت المفروض ان حضرتك هتعمل كده 10.0.0، صح غلط، 10.0.1 هتبدا شبكه ثانيه تماما، هتدخل على الشبكه اللي بعدها، بعد كده 0 وتحط السايد ار او الانتر دومين راوتنج براحتك، هتحط له 25 24، ما عندكش اي مشاكل. ليه؟ زي ما قلنا اخذنا 256 اي بي كلهم، فما ينفعش اطلع منهم 128 تاني او حتى اطلع منهم اي بي واحد. خلاص، علشان اعمل كده هعمل هبدا العب في، انا استنفذت الاوبت ده خلاص، مش قيمه كل
اوكت ب 256 اي بي. صح، انا خدته اصلا، عشان كده قال لي اوفرلاب. فاحنا هنقل على اللي بعده، هنقل على اللي بعده. تمام، خلاص. علشان نسهل على نفسنا، علشان تسهل على نفسك وعلى وعليا يعني، عشان نفهم مع بعض، تعال نروح نجرب بس الاول احنا عملنا ايه ونديله كده. فلو رحنا كده عايزين سبنت تاني من نفس الشبكه، فهيبقى 10.0.1.0، واقول له 24، هيقول لي خلاص تمام كده، ده كده اللي قال لي من ما قاليش اي مشكله، قبله هو، حط لي علامه صح، لو قلت له اد هيروح يقاده، ما عندكش مشكله، من نفس الشبكه او من نفس الكلاس اللي انا استخدمه. لكن علشان احنا نفهم بشكل اكتر، خلينا نستخدم اي بي سهل، لان يعني ده طبعا عدد الاي بي بتاعته 65000 وشويه. لا، تعالوا ندلته ونستخدم ال 192 اللي احنا حافظينه بقى، 168 بعد كده 10، تمام، على 24 عشان يديني 256 اي بي. خلاص، هطلع منه كام سبنت؟ هنا انا محتاج ان انت تقف كده وتسال نفسك، انت محتاج كام شبكه فرعيه من الشبكه الرئيسيه ديت؟ والله انا محتاج 4 شبكات مثلا. طيب، يبقى كده 4 سبنت. ادي اول واحد، هقول له اد لو سمحت، وهنسميه مثلا زي ما قلنا الفرونت 01. خلاص، طيب هتاخد منه كام اي بي؟ احنا قلنا هنطلع منه 4 شبكات فرعيه. طيب كل شبكه فيها كام اي بي؟ والله انا محتاج مثلا كل شبكه 15 اي بي او 20 اي بي او 25 اي بي. يبقى هقول له الشبكه اللي هي سبنت 1 ده 192 168 1 0 على مثلا 27. فهيبدأ يقول لي، شايفين هنا شباب، هيبدأ هو من نفسه يقول لي ايه؟ يقول لي انت هتاخد 27 اي بي متاح ليك، وخمسة اللي بياخدهم اجر، يبقى هتاخد 32 اي بي في الشبكة ديت. اول اي بي اللي هو الصفر لحد 31، نركز مع بعض يا شباب. اول اي بي هو هنا اداني 32 اي بي، يبقى اول اي بي اللي هو النتورك ادرس، احنا اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات، هيبقى 192.168.10 لحد 192.168.131. ده كده مجموعهم بقوا كام؟ 32 اي بي، لان الزيرو ده اي بي يا شباب. تمام، 31 ده هنقف كده لحد اخر اي بي في السبنت اللي انا اخترته ده. فيما يعني ان السبنت اللي جاي، انت قلت لي ان انت محتاج 4 شبكات، فيما يعني ان السبنت اللي جاي هيبدا من اي بي رقم 32. تمام كده يا شباب، متاح ليا اي بي رقم 32، هقول له اد، وهروح اعمل السبنت الجديد اسميه الفرونت اند 02. حلو قوي، وهبدا 192، هبدا بان انا اكتب الاي بي بتاعي 192.168.1.32 على 27، عفوا، هيبدا ياخده مني اهو، ويقول لي اول اي بي بتاعك متاح في السبنت الثاني هيبقى 32، واخر اي بي هيبقى 63، فيما يعني ان السبنت اللي جاي هنبدا من 64. طيب لو قلت له بقى على 28 هيقبله مني؟ هيقبله مني ويديني 16 اي بي، وبرضه يقول لي اول اي بي بالنسبه لك هيبقى 32، واخر اي بي بالنسبه لك هيبقى 47، فيما يعني برضه ان السبنت رقم 3 او الشبكه رقم 3 هنبدا من اي بي رقم 48 وهكذا. اتمنى تكون النقطه دي وصلت. وهقول له اد، وهبدا ان انا اعمل سبنت الثاني، خلينا نقول بقى باك اند 01 برضو،
وهقول له بقى خلاص انا هبدأ، انا كده عندي او حاجز الاي بيات لحد 192 168 واحد 47، يعني هبدأ من 192 168 واحد 48 واقول له على 28، عفوا 192 دوت، نسينا نكتب الدوت، خدها مني وطلع لي 16 اي بي وصلني لحد 63. حد بقى ممكن يسأل سؤال، هو ممكن اقول له على 27 ويقبل او 25 او 24؟ اقول لك لا. ليه؟ لو قلنا له مثلا على 26 عشان يطلع لي 62 اي بي، عفوا 64 اي بي، فهيقول لي لا، ده هنا في تداخل من الرينج السابق اللي انت خدته، لان انت علشان تطلع 64 اي بي فمن المفترض ان انت هيبقى من 0 ل 63، وهم اصلا متاخدين هنا في اول سب نت وتاني سب نت، فبالتالي هنا مش هينفع اديك ال 64 اي بي غير لما تعلى في السايد ار ده تخليه 28، حتى 27 مش هيقبل منك، لانه برضه هيبقى فيه تداخل بين عناوين الاي بي من 32 ل 63، هو اصلا متاخد هنا، مش احنا خدنا من 32 ل 48 هنا، فازاي هيطلعهم لك؟ فبالتالي هنا لو قلت له 28 او 29 او 30 هيقبلهم مني، ما عنديش اي مشكله على الاطلاق. تمام كده؟ هنا اقول له اد، وبعد كده هعمل الشبكه بتاعتي الرابعه بنفس باك اند 02، وبعد كده هقول له 192 168 واحد كام؟ احنا وقفنا عند 64، شو صح؟ 64 على اعلى بقى 29 علشان يديني في النهايه 8 اي بي ويوصلني لحد 71. اتمنى يا شباب ان الموضوع ده يكون مفهوم وواضح، ونرجع كده بالذاكره لما كنا بنعمل سبنيتنج، مش مطلوب منك ان انت تقعد تستخدم المعادله الشهيره ال اس مش عارف او ال 2 اس ان مش عارف ناقص كام، انا شخصيا مش حافظها، ولكن هي تراكمات خبره عمليه. لكن عايز اسهل عليك اكتر، انا محتاج يعني زي ما اتعودنا اسهل على نفسي واسهل عليك اكتر. لما تعمل سبنيتنج شوف لك اي كالكوليتر كده اونلاين ودخل الاي بي وقول له والله محتاج كام شبكه. انا شخصيا انصحك مثلا بالموقع ده اللي هو سايت 24 على في 7 ده، ده رائع جدا، انا شخصيا بستخدمه. هنا هيبدا يقول لك الادرس اللي انت بتستخدمه كام، والله 192 زي ما استخدمنا اهو، 192 168 احنا استخدمنا 10 على 24، هو ده اللي احنا استخدمناه. طيب انت محتاج كام سب نت؟ والله محتاجين 4 في المثال بتاعنا. هيبدا يقول لك ادي الاربعه سب نت اللي انت مختارهم، واول سب نت معاك هيبدا من 0 ل 62، بعد كده من 64 ل 126، بعد كده من 128 ل 190، وبعد كده من 192 وصولا لاخر اي بي في الشبكه. ده هحاول اخليه لكم او هخليه لكم في ريسورس، يعني كالكوليتر بسيطه جدا وتستخدمها وتريح راسك بقى من المعادلات ومن ان انت تقعد يعني تذاكر وتفهم وتسترجع ما تصعبوش على نفسكم يا شباب طالما في حاجه سهله. يبقى لو رحنا هنا علشان نكمل الفيديو بتاعنا، حاسس ان هو طول شويه معلش انا اسف، هنروح بعد كده بعد ما ادينا له الاي بي الرئيسي وقدرنا نعمل 4 شبكات فرعيه منه، هقول له على السكيورتي. هنا بقى يسالني على الجزء الخاص بتامين النتورك بتاعتي. هيقول لي انت محتاج او هتستخدم او بتخطط تستخدم الباستشين هوست. الباستشين هوست يا شباب هي بلاتفورم از سيرفيس مقدمها ازور، بتتيح ليا ان انا اكونكت على الفي ام بتاعتي باستخدام الار دي بي او الاس اس اتش بطريقه سكيور، بطريقه امنه تماما باستخدام الويب براوزر بتاعي. خلاص احنا ما اشتغلناش عليه للاسف، ولكن ممكن نبقى نشتغل عليها. طيب والله انا محتاجها وفعلها، مش محتاجها خلاص. طيب
السؤال الثاني بيقول لي الديدوس بروتكشن ستاندرد، افعله لك. الديدوس بروتكشن البيزك انت بتاخده باي ديفولت، خلاص البيزك انت كده كده بتاخده انكلود الفي نت اللي انت بتعملها، ما بتدفعش عليه اي مقابل، هو كده كده متفعل لك. طيب الستاندرد بقى حاجه اعلى ولكن هي مدفوعه، يعني انت لو فعلته هتبدا تدفع، هيتبدا يحاسبك عليه. حاجه اعلى ادفانسد شويه بتتيح لك مثلا انه في حاله وجود هجمه، احنا عارفين ان الديدوس كنا اتكلمنا عليه قبل كده في كورس الطريق لامن المعلومات، اعتقد الديدوس يا شباب هي هجمات كده مجمعه بمجموعه من الناس او من الهاكرز بيستهدفوا شبكه معينه، فبيتفقوا في وقت معين في يوم معين، والله هنهاجم البنك الفلاني او الدوله الفلانيه والاي بي بتاعه اهو، فنقعد نبعت في بينج مثلا او نبعت في برودكاستنج على الاي بي ده لحد ما نوقع الخدمه. هي اسمها هجمات حجب الخدمه، اقروا عنها كده شويه، خدوا عنها هنت. طيب لو فعلت الخدمه دي اللي هي ستاندر قلنا هندفع عليها وهيبدا يعلي لي الليفل شويه. طيب هتحط هنا فايرول على الشبكه دي، هتبدا تعمل فايرول على الشبكه ديت، والله لو قلت له ايوه هيبدا ينزل لي هنا يقول لي طب سمي لي الفايرول بتاعك وايه هو السب نت، لان الفايرول بيحتاج سب نت يعني خاص بيه هو. خليها زي ما هي ديسيبل لان الفايرول هنشتغل عليه كده كده هنشتغل عليه في الكورس ده، وهبدا اقول له نيكست، هيبدا يقول لي تاج، هتحط تاج للفينت ديت، ممكن اقول له مثلا كندا نتورك مثلا علشان بعد كده في لو حبيت استخدمه او اصفي اعمل فلترنج او اشوف الخدمات اللي بتستهلك فلوس كتير او يعني حابب ان انا ارجع لها في الريبورتات بتاعتي، اوكي مش حابب ان انا اكتب خلاص بتجاوز المرحله. بعد كده هقول له كرييت، هيبدا يريفيو ويبدا يكرييت الشبكه بتاعتي بالعنوان بتاعي بالسبنت اللي انا حددته له وفهمناها مع بعض. اسف جدا على الاطاله ولكن كان الامر يستدعي ان احنا نفهم ويعني بطريقه واضحه مع بعض، واحنا في النهايه بنذاكر مع بعض يا شباب. اشوفكم في الفيديو الجاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.